استطعت أن توقن بأن الله سبحانه وتعالى يعلمك، فاعلم أنك لا منجا لك منه، إنما يجب أن تصلح الأعمال كلها. فإن ظهر منك شيء منحرف فهو شرود، وعليك أن تتوب إلى الله منه. الناس الآن في بعض المرات تنضبط بعض الأحوال، الآن في المدن تنضبط بعض، يقل في بعض المدن الكبرى يقل الإجرام، يقل مثلا اختراق قانون السير، تقل بعض التصرفات. بسبب ماذا؟ بسبب وجود هذه الكاميرات. كثرت الكاميرات فضبطت الناس، لأن جميع الذين أصبحوا يقومون بأشياء يتخوفون من نتائج هذه الكاميرات. معنى أنت تتجاوز السرعة المطلوبة كذا، غدا يلغوا الكاجل هنا، ما تقول لهم أنا لا راكم غلطتوا فيا، ها الرقم ديالك، ها فين كنت غادي، هكذا هذا خلص، ولا نحزوا لك السيارة وجه. صافي ما عندك ما تقولش إلا. هؤلاء الذين يدخلون الآن إلى المتاجر الكبرى، سوبر مارشي كبار، لي مول كبار، فيها الأنواع من بضاعات، وفيها البضاعات دقيقة جدا، ساعات صغيرة ولا خواتيم ذهبية ولا. الناس كاين شي واحد يجي من غير هنا من يقولوا بغي يدير شي حاجة في جيبه، يجيب هكا وهكا، ما كاين شي حاجة في جيبه، كيمشي تيجي خارج يشد مول الحساب. هذيك الحاجة اللي درتها في راها تصرخ، راها تنادي عليك بأنك ليسون صغير، ديت واحد حاجة صغيرة، لأن هذيك فيها واحد الجهاز يفضحك. كي تجي خارج قدامك اجي يا سي الله يخليك راك داير شي حاجه، وقل هذا في الطائرات. ولذلك بعض المرات باش تشوفوا هذه البلده كي دايره، راه البلده انواع، بلده ديال المتخلفين اللي بحالنا، وكاين ديالك هذا مره هذا سفير ديال الدوله، شفتوا هذا سرق كتاب، هذا غير باش يقرا، مشى واحد الفضيحه وكذا وطردوه، لان ننسى بان الكتاب راه فيه الحراسه، وتسول مازال يشري كتاب ديال الجوطيه، التخلف ديالو ناض فيه، واش ودار الكتاب ودار في جيبو جا خارج اجل هنا. اذن كم يقع في هذه المتاجر، كم تقع فيها من حوادث السرقه؟ قليل. الجوطيه توقع فيها السرقه اكثر، المساجد ديالنا يسرقوا مجبور ما يسرقوا، السبب ما يقعدوش، لان هذا النزوع ديال السرقه هو تطاول واستئثار، اي ناس ما يستحقوا اي شيء، كل شيء ديالي انا، اللي عنده صباط نديه له، واللي عنده الارض نديها له، واللي عنده كتاب نديه له، لان هذيك انانيه وطاغيه. ولكن وجود هذه الاجهزه الان، وتعرفون ان المدن اصبحت الان كلها تعمم في هذه الطرق وكذا، لان هذا اصبح يضمن نوعا ما مراقبه حركه السير، كل شيء في كل، وكل الناس عرفوا هالشيء، وكل الناس قبضوا الحدود، فهمتوا؟ بمعنى الإحساس بأنك مراقب يعطيك سلوكا مناسبا. فأنت إذا أحسست بأنك مراقب من قبل الله تعالى، فانظر مكانا لا يراك فيه كنا احنا شوف التربية كدايرة ديال المسلمين، كانت قبل ما يجيبوا لنا هذه الكتب التافهة اللي ما عندنا ما نديروا بها، شخص يذهب إلى مع صاحبه كذا كذا، يريد أن يسرق عنبا كذا، ها؟ افتح يقول لك الله يرانا، شكل التربية عالية، مازال ما وصلش يقول الله يرانا، لما يقولوا الآن ذاك اللي يبغى تعطي الرشوة راه كاين كذا وراه كذا، ويجي تعطي الرشوة في جهة أخرى ما يشدوا له الكاميرا ولا والو، ويعطل الكاميرا قبل ما يجي يدي الرشوة. وصنع الرشوة والكاميرا كاع بجوج، ولكن الله يرانا. وهذه المرأة التي كانت تخلط اللبن وتقول لها أمها اخلط اللبن، قالت أما علمت أن عمر قد نهى عن خلطي؟ قال أين عمر منك، من أين يراك عمر الآن، ما عنده لا شرطة ولا قتله، إذا كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. وسمع بها عمر، وكان هذا السبب أن زوج ولده. هذه غير بعض، وبعض المرات هذا ماشي كل هذا شيء تصوره، راه ماشي أحلام،
هذه التربية اللي كانوا عليها المسلمين. ما الآن يقول لك الفقراء، الفقراء كانوا أتقى الناس، الفقر ما عندوش أبدا، الفقراء كانوا فيهم العفة، وما كانش يموت الإنسان إلا ما سرقش، يعيش بالفقر ديالو صافي. ولكن تمد، وذاك كان الناس عادي أن أي واحد طيح له مثلا المال كان يجده، اليوم ما يجبروش، ما يجبروش، لأن الناس يعرفوا شي يديروا به. الناس كانوا يقولون بأن هذا كله علاقة بيننا وبين الله، وهذا المال إذا أكلناه فهو مال حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. خذوا هذه القاعدة، انظروا كم يقع في مجتمعات المسلمين، لا أتحدث عن المجتمعات، من أنواع الفظاعات والمخالفات التي تقع فيها ظلم للعباد واعتداء على العباد بسبب أن الناس لا يؤمنون. ذهب أنت فين بغيت تمشي، تذهب هنا مكان تجد فيه إنسان هو وبومه قاعدين يجيبوا مثلا واحد الجهة ويديروا فيها واحد إناء كبير ويديروا فيه السكر ويخلطوا فيه شوية ديال الشب ويديروا فيه واحد شوية ديال الرمان، قشور ديال الرمان ويخلطوا وكذا ويخرجوا الناس يقول لهم هذا هو السكر، هذا هو العسل، شري العسل مع العسل غتبرى به هذاك العسل، واش حتى واحد ما يقول حرام. الأب الكبير يعاون الصغير والصغير كذا والمرأة تشعل لهم العافية كلهم حتى ان شاء الله تيجمعوا شي حاجه من داك الشيء يمشيو يديروا العمره والله تعالى يغفر لهم. كاين اشياء ماشي لانها طبعا هذا اكل اموال الناس الباطل وهذا كذب، ولكن كاين اشياء تدخل على الناس ضررا، تطعم انسانا ماده مثلا مخلوطه بماده كيماويه، هذه الماده اول ما تفعل انها تهاجم الكبد او الجهاز العصبي. مثلا اللي يقول لك خلطوا الزيت، مثلا كنت تسمعوا باللي خلطوا الزيت، هذه الزيوت خطيره جدا، زيوت خطيره جدا، زيوت بعض المرات حينما تزداد ماشي غير مخلوطه، في نسبه الحموضه تقريبا حوالي 4% ما تزيد تصبح متوجهه نحو الجهاز العصبي، وبعض المرات يوقع الانسان شلل ما يعرفش منين جا داك الزيت اللي بعتها له انت 4000 ولا 3000، نقص لك 500 فرنك نعطيك غير 3000 ولا 2500، ما تعطينا ب 5000، هذيك راك تعطيه موتا، دي 3000 ودرتها في جيبك وديتها لاولادك. ولكن تعرف كم قتلت من البشر؟ الا تعرف انك الان مجرم محترف؟ ما ينفعك انك تمشي للمسجد ولا تمشي دير، ماذا ينفعك؟ ولكن هذا الفعل لا تجده بعض المرات في شعوب اخرى، لا تجد ان الشعوب الاخرى تفعل هذا، تترفع عن هذا. كاين طبعا كاين مراقبه وكاين حراسه، ولكن كاين انسان لا يتدنى الى هذا. بالله عليكم، ما هو الشيء الذي يشتريه الانسان الان وهو مطمئن؟ بغيت تشري شي حاجه خصك تمشي عند ولد عم الخال ولا خو كذا، واش العسل هذاك قالوا راه يخلط هذاك، عيب يكون هذا، معناه اننا ما درنا والو، ما ربينا والو، ما كوننا والو، ما درنا. ومع ذلك كي نتلاقاو كاع نكونوا من الصالحين وكاع اولياء الله وكاع فينا الوجوه ديالنا فيها النور، النور ديال الخطفه والنور ديال النور ديال السرقه هذيك، لان الناس كاين اللي ما يبغيش هذا الكلام، هذا خصكم تعرفوا، هذا كاين اللي ما يبغيش، خاصك تقول له انت والي من اولياء الله، ما كاين لا والي ولا انت ماشي مسلم كاع اصلا، لانك تعيش على صحه الناس وعلى حياه سلامة الناس. لما يموت الإنسان تسبب له في الموت ديالو، لأنك ديت هذوك الأبناء ديالو وهذيك الزوجة وهذاك زعما ما عرفتش شنو دير، مجرم كبير، ونبعنا لكم الحوالة ودرنا لهم الروت ديال سميتو، شحال عيب الروت ديال سميتو ديال الدجاج، ونجمعوه ونوكلوه، كاع أنتم محتاجين للمال بهكا، ما بقاش عندكم شي حاجة سميتها إنسان خصو يعيش وخصو كذا، راه كل شيء من هذه الاشياء التي ترونها الان الا وهي الناس بسلامه. كاين ناس مساكن صغار وشباب وياكلوا هذا الشيء في برا في المطعم ولا ماكله وتعاود لها وتبيع انت وتخسر وتعاود لها ادفع العرب، تقول ادفع العرب، انت مسلم؟ انت مسلم؟ هذا بشر خلق الله،
وهو كريم على الله تعالى، هذا بناء ديال الله. لا يجوز لك أن تهدمه فقط لأنك تريد. والناس يدفعوا بعضياتهم، احنا نقولوا الآن احنا نتكلموا في المسجد، راه احنا ولكن الخطاب ديال الناس الآن في الشوارع وكذا خطاب آخر، بحيث عم التدليس والخيانة وأكل أموال الناس والرشوة بكل الوسائل، بكل الطرق، كل واحد بطريقته فاش غادي يدير. مايمكنناش حنا في مجلس أن نحصيها، ولكن نقولوا هذا كل سببه عدم اليقين بأن الله تعالى يعلم هذا السر، سرها الإنسان، وأنه سيحاسب عليه. إذن ما يقال به في الضمير أو المراقبة الذاتية أو ما إلى كل ذلك تجمعه هذه العقيدة، عقيدة أن الله يعلم من هذا الإنسان ما توسوس به نفسه. فإن استيقن هذا فقد فاز. إذا استيقن هذا، ماشي نقول لكم الإنسان المسلم غادي يكون معصوم، لا، ولكن يشعر فوقها. ولكن أكثر هؤلاء الذين يقومون بهذه الأشياء راه ما عندهم علاقة، لا يصلي، ما يعرفوا لا دين ولا حتى يدخل الجامع، يدخل حتى الوضوء تاع مقلوب. كاين ناس اللي يمشيو كذا عمرهم ما سمعوش الدرس، ما سمعوش كلمة. هكا الناس مع المرات في المدن، في البوادي، في كذا، ما يبقوش هما بعد هذا، حتى كيجيو الفقيه وما يحسبوا له الوقت. أشحال تهضر؟ ويلي إلى هو. أنا بعض المرات يكون الفقيه في درس، عنده درس في الجامع، كاين فلقاء علماء ماشي يديروا دروس، فين يكونوا الناس؟ قاعدين اش غادي يقول هذا كشي، غادي يقول داك الشيء اللي غادي يقولوا. لما تمشي أنت الإنسان تمشي تبني بناء كله مغشوش، ما كاينش القاعدة ديالو، الإسمنت ما كاينش، الحديد والغدر، نوعية الأبواب، نوعية الخشب، وهذا في التالي هذا راجل مؤمن الله يكثر خيره. إذن كل الناس راهم يهدموا هذه أهل الأمة، كل الناس هدموا. ولكن كما قلت الخلل هنا يجب أن يتعلم الناس. الثاني قلت لكم لو كان الإنسان حين يذكر الله في نفسه في مرة يقول هذا إن الله يعلم ما توسوس به نفسي، يقولها هذا ذكر، ستصلح أحواله، لأنه كثرة ما يقولها غادي يبقى يدخل له اليقين ديالها. أما يبقى الإنسان غير هكذا دخل خارج يجري هنا، تصلى يدخل يجري ويخرج يجري، ما يسمع درس، ما يسمع كذا، ما يسمع هذا. ولذلك كلنا يتألم على كل شيء، يتأدب. أنت واحد مرة كاين شحال ما تقول لك خصني نغش مرة، تغش مرة غادي يغشوك 10 ديال المرات. وهذاك دائما لأن كي تما تولي الغش عملة، ما تحسبك أنت غادي تغش غير بوحدك، والاخرين فين راه حقهم في الغش؟ اذا كنت انت تغش راه حتى الاخرين. التفكير كيكون يولي متبادل في كل شيء، في المعرفه، في العلم، في نقاط الامتحانات، كل شيء يولي في هذا الشيء. يقول واحد الانسان بالنقاط ويغش هو كذا، ولا قابض رشوه، ولا يعطي لهذا، ولا فين غادي انت هذه الامه؟ كي دير تصنع هذه الامه؟ كي دير بالرشوه وبالكذوب هذا تبقى غير باش نختم. شي واحد يمشي مشى حتى عنده شي نيه ديال السوء، مشى عند شي واحد من دوك يبيع قزار، كان يبيع حتى شي وقت متاخر، ودوك الاطراف ديال المدن كان غير شي مصباح، ما كانش عاد الضو بزاف. جبنا الله نمشي نتسوق، يمشي عنده يقول الله يخليك انا بغيت نحتاج نشري لك واحد الراس الرسان ديال، قال له اعطاه العمله النقد اللي عنده. شنو هو هذاك النقد؟ الفلوس ولا الفرنك اللي عنده ما يفوتش، ما فايتش غير شي واحد. قال له هاك، والاخر اعطاه هذاك الراس، داروا له شي كاغط حشاه فكيقول ذاك الموزيت ديالو ولا السله ديالو، وجا غادي بغى يضحك على ذاك تاعي، يقول له زعما، قال له شوف هاسي زعما حتى بعد عليه، قال له حتى تصرفوا وتعرفوا، كي تصرفوا تعرفوا اللي ما يفوتش، غير شمتوا فيه، لان كون كان يفوت كان يشرى به في النهار. قال له حتى تصرفوا وتعرفوا، ضحكت عليك. قال له غير ديه انت يا انت، قال له كي تقليه تدريه، هذاك الراس اللي بعتولك راس كلب.
هكا يولي واحد يبيع راس الكلب واحد يعطي اللي ما هكا، لان منا تكون هذيك العمله شائعه متبادله، انت لا انت عطيت له ما يفوتش حتى هو غادي يبيع لك راس الكلب، غير تهنى مع راس الكلب. لذلك لا يصلح الناس الا ان يعودوا الى الصفاء والى الاخلاص. والمجتمعات شوف راه بعض المرات نشوفوا مجتمعات حقيقه يشعروا بلي كاين امن في البيع في الشراء في كذا، وبعض الدول الاوروبيه عندها دول عندها عقوبه شديده على التزوير وكذا، ولكن الانسان يمشي يشري زيت يشري زيت، شرى العسل شرى ما عندوش شك، انت شريت الزيت يعلم الله، وجزيت المشي شريت العسل الله اعلم، وماشي الله اعلم 90% راهم باعوا لك الله اعلم، الا مشيت للجيجام اما بلا مشيت الطريقه راك بائع لك السكر، وذاك السكر فيه مواد اخرى. شي واحد فات على باش نختم لكم، فات على شي واحد هنا في على شي واحد رجل كبير، قول عمي راني عندي شي حاجه ديال بقات لي شي حاجه ديال العسل نبيعها لك الله يخليك شحال باقي، وقال له انا عندي جوج طرو ولا شي حاجه ولا ثلاثه اللي راه بقات لي غير باش نسلكها ونمشي. قال له ولدي انا زوج ولا ثلاثه ما تكفينيش واش تنجم تجيب لي، قال له شحال بغيت عمي، قال له انا على الاقل خصني واحد 100 طرو ولا شحال واش قال له نجيبها لك. قال له قال له ولدي بغي يقول لي واش عندك النحل ولا البقري، الا النحل راه ما غاش يكون عندك 100 طرو ولا البقري راك تحلب قبض. وهادو ناس هكذا كيقولوا هادو ناس يتمشاو يبيعوا لك البقري ديال العسل البقري. ولكن احنا هذا تراجع وهذه عقوبه، هذا عقوبه. قبل كانت الامه ما يمكنش مرا شيبان يجبر شي حاجه وتقول وتديها وتسكت عليها، ما كاينش، دائما كان اللي يجبر شي حاجه ويبقى في ديك المكاده وما يديش في البوادي ديالنا، في البوادي اللي كانوا فيها الفقر ديال الناس ما يديوهاش. ها الان يجي واحد مرة نقول واحد شي السي فلان هذاك فقير، كنت نقول شي واحد هذاك راه يبيع الخمار ويبيع كذا، اش تمشي انت تقرا عنده ويدبر راسو يدير كذا، دبر راسو انت امام وانت كذا، وتمشي عند اللي يبيع الخمار وتقول الله يقوي رزقه ويقري يقوي ويمشي عنده ولا يمشي عند مرا باغي عنده غير هادو كله تمسحت القلوب ديالهم من هذا الاحساس، ما يعرفوش لانهم مربوطين. وحتى داك الشيء اللي نواوه ما داوش، المال كيبغي يعطي لك الله ما يعطيكش، يعطي لك من اي طريق اخر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.